غاد عيد تسأل: لماذا لم يتدخل مكتب الأحداث لحماية سحر حمود من لفلفة قضية اغتصابها ومنع المحاكمة عن المغتصبين؟ أما صاروا يمشون ويضربوا يطرقوا لي راسي بالحيط. وقتها وصاروا يدقنوا بدهم يعتدوا علي. يعني كل شيء أنا أقول له إيه لا يقول لي لا مش مزبوط هالحكي اللي أم بتقوله. بماذا يرد نقيب خبراء المحاسبة علي صالح بعد القرار الظني بحقه واتهامات النقيبة السابقة جينا شماس؟ من وقع على الشيكات المسروقة من الإغاثة غير العميد إبراهيم بشير؟ سكلين وسياسيين، حكاية تشبه هدايا بنك المدينة. وفي الحلقة: ماذا تقول رانيا مراد عن وفاة زوجها في سجن رونجي؟ أكسجين ليخلص زوجي ما في، زوجي ضل نص ساعة ميت لأجى سيادة الحكيم. في الحلقة المقبلة من برنامج الفساد الأربعاء 9:15 مساء على الجديد